مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، برحب فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المناطق اللبنانية، دائما عم نعرفكم على شمال لبنان على أبرز المواقع الطبيعية السياحية البيئية والتراثية، ودائما عم نطلع على الأنشطة وخصوصا بمدينة طرابلس مدينة الثقافة والعلم وهي العاصمة الثقافية لعام 2024، ودائما في أنشطة عديدة عم بتعم مختلف أرجاء المدينة. فصح مجيد لكل الطوائف الشرقية اليوم عم تحتفل بهالمناسبة الكريمة، وإن شاء الله بتكون قيام جديدة للبنان مليئة بالمحبة، مليئة براحة البال ومليئة بالسلام، وخصوصا أنه نحن بحاجة للسلام بحاجة للأمان بكل مناطقنا اللبنانية ولا سيما بجنوب لبنان. تحية لكل المغتربين، ودائما لبنان مشتاق لكم. اليوم حلقة غنية نحن وياكم، وكاميرا الزميل أمين سليمان بيعرفنا اليوم شو عنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024، ودائما في فعاليات فعلا بتغني هالفعالية المميزة، وخصوصا الرابطة الثقافية اللي هي جزء أساسي من تاريخ المدينة الثقافي والحضاري. معرض الكتاب هو حدث سنوي منتظر من قبل الناس، إن كان شخصيات ثقافية سياسية اجتماعية من مختلف المناطق اللبنانية، وطبعا شخصيات عربية بتزور هالمعرض. اليوم المعرض بعمره الخمسين عام من النشاط الثقافي المتميز. طبعا كان في فعاليات عديدة. أستاذ رامز فري، بدي لك الله يقويك يعطيك العافية رغم كل الظروف مستمرين. يعني أولا أهلا وسهلا فيكم، ومثل ما شفت حضرتك مثل تذكرت من شوي معرض الكتاب بالخمسين، في هذه الميزة سنة 50 سنة على استمرار هذا المعرض من سنة 1974 لليوم دون انقطاع تام، والميزة الثانية أنه ضمن احتفالية طرابلس عاصمة الثقافة العربية. ولكن للأسف بنعرف نحن الأوضاع سواء الداخلية ولا الإقليمية والحرب اللي عم يشنها العدو الصهيوني على غزة وعلى جنوب لبنان عم تأثر على كل القطاعات في لبنان بشكل عام، ولكن نحن مصرين على الاستمرارية رغم كل هذه الظروف ليصبح هذا المعرض ساحة مشتركة وحوار لكل أطياف المجتمع اللبناني دون استثناء، بيلتقوا تحت هذه المظلة رغم كل الاختلافات والخلافات ومستمرين بهذا النشاط. يعني الملفت كمان الغزارة بالإنتاج الأدبي، يعني يوميا في كذا توقيع كتاب، يوميا في كذا أمسية شعرية، يعني حقيقة حياة ثقافية بكل معنى. نحن البرنامج المواكب للمعرض تقريبا في عنا 100 نشاط موزعين على الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية والشعرية وتواقيع الكتب، تقريبا في إطلاق ما يقارب 50 إصدار جديد لكتاب ومؤلفين من مختلف المناطق اللبنانية وبمختلف المواضيع. صار الأكثرية عم وقت إصدار كتابه أو إنتاجه على وقت معرض الكتاب، وهذه شغلة إيجابية أكيد. هلا المعرض هي مظاهرة ثقافية في لبنان، ولكن في طرابلس لها طعم تاني لأنه طرابلس دائما محرومة من هالشغلات هيدي. لذلك نحن لما بيصير هالمعرض بنلتز وننبسط وبنحاول نثبت وجود المدينة الثقافية، وخصوصا السنة هي طرابلس أدرجوها كعاصمة الثقافة العربية. أنا بكل معرض بتواجد لأنه لا غنى عن الكتاب الورقي، مهما كان في دعاية وفي إقبال على الكتاب الإلكتروني، أما الكتاب الورقي له نكهة خاصة، وخاصة للجيل اللي تربى على القراءة عبر الكتاب. بالنسبة لديوان عتب على شفاه الورد، هو ديوان يحمل هذا العنوان ازدواجية بالمعنى والرمزية، يجمع بين الأنوثة والطبيعة، والمرأة أنثى والطبيعة أنثى. اليوم نحن عم نحتفل باليوبيل الذهبي للرابطة الثقافية لمعرض الكتاب بالرابطة الثقافية عيد الخمسين، وبيظل أنه طرابلس عاصمة ثقافية لعام 2024، وهي بالحقيقة هي دائما عاصمة الثقافة على الدوام. يعني وجود منتدى شعر الكرة الخضراء طبعا يعني صار مرسخ بكل الأجندات الثقافية بكل لبنان، ولأني أنا بعتبر معقل الثقافة هي دائما
من طرابلس ما في ما يكون ضمن هذا الحدث ومن هذا الحدث. والثقافة هي ألوان، هي قوافي، هي ألحان، يعني تيكون في هذا إذا بدك المزيج من الإنسانيات الرائعة. لازم نعتني بالكلمة ونعتني باللحن ونعتني باللون. مشان هيك افتتحنا بمعرض رسم مثل ما شفتوا، وأمسيات ونشاطات وكتب جديدة وتوقيع جديدة وحتى ندوات خاصة. يعني طرابلس كانت بحاجة انه تقول كلمتها، ان كان بالثقافة وان كان بالفن. ومثل ما الكل عم بيقولوا، طرابلس منا هلأ عاصمة الثقافة، طرابلس كانت دايما عاصمة الثقافة. ومثل ما عم تشوفوا الجو رائع جدا، الأنشطة الثقافية كتير منيحة، تتضمن الرسم والكتابة. طب على لوحاتك فيها فرح، فيها ألوان. اصلا نحن بس نبلش نرسم وقعنا بنرسم كل شيء مش حلو، لانه الواقع ليس جميل اليوم بلبنان. مشان هيك انا اعتمد كثير على الالوان، على كثره الالوان. يعني هذا شيء طبيعي، بتعرف نحن نشاطنا صار عمره فوق ال 11 سنه، والنشاط هو بطبيعه الحال يعني محصور بالكتب والكتابه والمكتبات، فهيدا شيء من البديهية. بس كمان أنا بلاحظ إنه في كتير جمعيات ثقافية، منتديات ثقافية، هن يلي عم يعملوا على تنشيط هالحركة. واليوم هالمعرض يعني أنت أكيد زرته وشفت قديش فيه عرض كتب وندوات، فهيدا شيء يعني بيثلج القلب. لورد مارون، بديلك مبارك الكتاب، خبريني شو مضمون هالكتاب؟ الغلاف وهيك كمان حلو. الغلاف أولاً بتناول صورة شاعر الفيحاء سيبازرق. ثانياً الكتاب هو عبارة عن دراسة أكاديمية بتناول شعر الفيحاء سيبازرق بالبعد الوطني والقومي. بين الدمج والعودة، كارلوس نفاع، أهلا وسهلا فيك اليوم بطرابلس بالرابطة الصحفية. خبرني عن مضمون هالكتاب. الكتاب اجا من الواقع اللي عم نعيشه من 2011 لليوم، اجا تيحط صوت العقل امام العربيه، ما يحط صوت الناس، لانه اذا ما نروح على الشعبويه مثل ما عم يصير هلا حيصير في مظلوميه كثير كبيره على الاطفال السوريين بالذات. والكتاب تناول التعليم واداره ازمه التعليم للاطفال السوريين بلبنان من ناحيه علميه وبالوثائق وبالارقام، وبالتالي عم بيدعي تنروح بطريقة يكون كرامة الإنسان محفوظة، لأنه هيك لبنان تعود يحفظ كرامة الناس على أرضه، وبذات الوقت كمان مصالح لبنان الوطنية تكون سيدة ومحفوظة. جماعة العزم أكيد عندها حضور دائم بالمعرض. هيدا أقل واجب. طرابلس كل عمرها مدينة العلم والعلماء، ومعرض الكتاب هو أكبر دليل على التنوع والفكري والثقافي والراقي بالمدينة. أقل شيء أنه نحن نشارك بهيدا المعرض، وما بدنا ننسى نتشكر إدارة الرابطة الثقافية يلي رغم الإمكانيات الضئيلة ورغم الظروف يلي حلت بالبلد، ولا أنها سنة إلا ما أقامت هيدا المعرض، وكان كل سنة عم بيكون أنجح من اللي قبله. دليل القاطع هو الموضوع مش جديد، هو سبقنا له دكتور كمال الصليبي ودكتور فاضل الرباعي والدكتور أحمد داود، بيحكي عن أنه بني إسرائيل اليهود مش ما خرجوا من مصر على فلسطين، خرجوا من مصر على اليمن. أولا بيديش أول شيء على تبوك، على مكة، كفوا على اليمن. وهذا الموضوع سبقنا عليه من 1007 سنين العالم الإسلامي الهمداني، أثبت نفس الشيء، خرجوا من مصر على تبوك، على مكة، على اليمن. الشيء الجديد بكتابي أنه أول إنسان بالتاريخ بيعمل هالبحث ذاته بس بيعتمد على القرآن الكريم حصرا. طرابلس منه شيء جديد عليا حدث من هالنوع، وبالتالي يعني هيدي مناسبة لنرجع نأكد إصرارنا كأهل طرابلس وكمدينة عاصمة للثقافة أنه نرجع نحيي هالمناسبة، وأن نرجع نعطيها حقها ونحتفل فيها على طريقتنا. هذا الكتاب بيبحث بهالموضوع من خلال نقد النظام السياسي اللبناني باعتباره منتج للفساد والفاسدين بلبنان، ومنتج للطبقة السياسية على كل أشكال وعلى كل أطيافة من كل طوائفها. والقسم الثاني بيحكي عن الواقع العربي المأزوم، والعلاقة بين الواقع العربي وبين الشيء اللي عم نشوفه من أحداث على مستوى الشرق الأوسط كله. هلأ بالنسبة للكتاب، نحن فقدنا الوالدة الله يرحمها من سنتين، وكان غيابها مدوي يعني،
فأنا تخليدا لذكراها حبيت أعمل لها الكتيب الصغير يلي بيحكي عن مسيرتها الأدبية، لأن الوالدة كانت معلمة مدرسة بالتعليم الرسمي، قضت أكثر من 35 سنة بالتعليم الرسمي بمدينة الميناء بطرابلس، كانت معلمة للأدب العربي. الشاعر ويليام بيسري، أهلا وسهلا فيك. أهلا. اليوم عم بتوقع كتابك بالرابطة الصحفية. نعم، هيدا كتاب اسمه شحقة حرف بالشعر العامي المحكي. الكتاب حوالي 100 قصيدة في بقلبه، في غزل، وجدانيات، وطنيات، بيحكي عن الضيعة، بيحكي عن الطبيعة، عن الحبيب اللي تركها حبيبة، بيحكي عن كل شيء، عن واقع الحال اللي احنا عايشينه. كمان هي الرابطة الثقافية بحد ذاتها وكل ما له علاقة بالثقافة بيعنينا، ونضل نقول انه ما في عندنا خلاص الا عن طريق الثقافة والفكر، والحمد لله بعد هالخيط الوصل موجود. اللوحات الحقيقة أنا ما بقدر إلا ما أغني نفسي وأغني المتلقيين بطرابلس عن المواضيع الجمالية اللي بيشتغل عليها، خاصة بمعرض الكتاب 50 اللي هو الحقيقة مظاهرة فنية وأدبية وشعرية على صعيد الفنون كافة. الفنان بسام ملوك، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يا الله فيك، أهلا وسهلا فيكم بمعرض. خبرني عن المشروع اللي عم تعمله. هذه اللوحة مجسمة حجرية تراثية قديمة موجودة للأسف صار بطي النسيان، هي موجودة بين مولوية طرابلس وبين القلعة. قديمة كان في طاحونتين، طواحين قديمة عمره تقريبا 300-400 سنة. هلا بسنة 1956 صار في طوفان نهر أبو علي، جرف المنطقة كلياتها، وللأسف هيدي انطمست وتوسعوا النهر انطمروها، ما عاد معالمها صارت يعني ما عاد موجودة. هاللوحة هيدي موجودة بالأرشيف الفرنسي، أنا حبيت أني أرجعها وأرجع للناس، أرجع الحضارة القديمة للتراث القديم اللي تبع طرابلس كيف كان موجود. ورجعت هذا النوع من الشغل شو بتسمي؟ هيدا مجسمات حجرية كله منحوت، هذا كله حجر منحوت نحت. الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا IoT عندها فروع بكل المناطق اللبنانية، فرع عكار اليوم حقيقة متميز ومتألق، دائما بالتواصل مع كافة فعاليات المجتمع، إن كان هيئات تربوية، هيئات اجتماعية، هيئات ثقافية، وفي عدد كتير من الطلاب طبعا اللي استفادوا من فرع عكار وأصبحوا عم يتبوأوا مراكز كتير مهمة. اليوم لقاء بمطعم الأرجوان بضم فعاليات سياسية، اقتصادية، تربوية، اجتماعية، هاللقاء هو للتعارف لمد الجسور مع مختلف القطاعات الأهلية بعكار. أول شيء كتير فرحانة بوجودي بعكار، هالمنطقة يلي هي منسميها أطراف بس نحن منسميها سياج للوطن، هيدي المنطقة اللي بتعطي الغذاء والرجال للبنان، فنحن وجود جامعتنا بمنطقة عكار هو لنحط إيدنا بإيد أهل المنطقة بتدريب أولادهم اللي بدهم يجوا ينتسبوا للجامعة عنا باختصاصات تقدر تحسن وتفتح سوق عمل جديد للمنطقة، لشباب المنطقة تضل موجودة فيها وتثمر عطاءاتهم نهضة تربوية اقتصادية اجتماعية للمنطقة. أستاذ جابي نعمي، حضرتك مدير فرع عكار، مش هيك؟ اليوم جمعة حلوة، إن شاء الله تكون خير على الجامعة. أكيد أكيد لح تكون خير على الجامعة، ونحن بيهمنا اكزاكتلي يكون هالفرع يتوسع ويضم كتير من تلاميذ عكار، لأنه نحن بالعربي بيهمنا عكار وبيهمنا منطقة عكار تزدهر، وبيهمنا نكون على أتم الاستعداد لحتى نتقدم بهالفرع ونكون مثل أي فرع، مثل الجامعة الأمريكية، مثل أنا شاغل بجامعات برا وأنا خريج University of Texas، وهذا اللي بيهمني، اللي بيهمني أنه شعب عكار يزدهر وتلاميذ هون تاخد أحسن الشهادات من الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا. مدام شازا جديد اليوسف، أهلا وسهلا فيك، حضرتك المديرة الإدارية بأيوتي عكار، اليوم خبريني أنت تعباني بهالجمعة الحلوة. والله هي هالجمعة بتكبر القلب،
بوجود كل هالمحبين والتواصل معهم اليوم كلقاء أكاديمي واجتماعي وسياسي بالمنطقة. جامعة الاي تي صار لها 10 سنين بعكار، وهدفها الأساسي هي غير أنه الهدف الأكاديمي كمان التواصل الاجتماعي مع كل شرائح المجتمع. أستاذ طوني مخيبر، حضرتك مدير توجيه بجامعة الاي تي، بعتقد مسؤولية كبيرة اليوم حضرتك كمان ضيف فرع عكار. ايه، اول شيء انا بدي اشكركم لحضوركم معنا. تاني شغله، العمل اليوم اللي عم ينعمل مع الايو تي على مستوى كل الفروع ومن بيناتهم فرع عكار يلي عم ينشط هالسنه بشكل كبير بهدف اكثر نوصل الصوره يلي كانت شوي الايو تي عم بتكون غايبه عن بعض المحلات. اليوم قررت الايو تي بخطه شامله وخاصه بمنطقه عكار نرجع نوجد على الخريطه الجامعيه في عكار بشكل فعال وقوي. واليوم النشاط واحدة من النشاطات الكبيرة يلي عم تنعمل مع مدراء المدارس. اليوم رح يكون عندنا مدراء مدارس كل مدارس عكار بالمبدأ رح يكونوا موجودين، بالإضافة إلى عدد كبير من النشاطات يلي عم يقوم فيها فرع عكار، من بيناتهم اليوم التوجيهي المفتوح يلي انعمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى نشاطات أخرى كبيرة عم بتصير. أستاذ نجيب جرجس، حضرتك من الكورة ومسؤول عن فرع الكورة اليوم بعكار، شكرا لك لفرع عكار. يعني فرع عكار، عكار هي امتداد للكورة وامتداد للبنان ومخزن كتير كبير للتلميذ ولجامعة العلم، للدكاترة، للأساتذة. نحن بنتمنى لهم التوفيق وازدياد العدد، وبنتمنى يجوا على جامعتنا تيشوفوا هالبرامج اللي حدثناها وزبطناها بكل النواحي. عكار موطن للسياحة الدينية والسياحة التراثية والسياحة البيئية. اليوم محطتنا ببلدة دير جنين وتحديدا بدير مارجرس، هالدير الأثري التراثي اللي له أبعاد روحية ودينية واللي أسس منذ عام 1845. الدير عنده اهتمامات كبيرة على صعيد المنطقة، على صعيد الديني، بالإضافة يوما ما كان ملتقى لكل الناس، لكل الأهالي من كل القرى والبلدات العكرية، وخصوصا تحت هالسنديان القديمة اللي هي على مدخل الدير. الدير أيضا عنده اهتمامات زراعية، بيهتم بالمواسم الزراعية، غني جدا بمساحات شاسعة من بساتين الزيتون، بالإضافة لمواسم زراعية أخرى وغابات متنوعة. عم نشوف غابات السنديان، بالإضافة إلى نهر طاحوني قديمة، الجسر العتيق، بعده كل شيء بذكرك بأيام البلدة اللبنانية والمحبة والتسامح. الأب فادي عماد رئيس الدير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم بدير مرجريس وبدير جنين. بدي لك بداية يهنيه لك على القعدة، ما بعرف حقيقة قعدة حلوة، سبحان الخالق بهالمناظر بهالموقع اللي شفناه. خلينا نحكي عن الدير، عن التاريخ، النشأة، الواقع. تاريخ الدير بلش مثل ما قلت حضرتك بالمقدمة سنة 1845، هي بداية وجود الرهبة اللبنانية المارونية بعكار، مش بس بدير جنين، كانت المنطقة كلها ما فيها حضور رهباني مش بس من رهبنتنا، وهالحضور كان تيكون قرب شعبة خاصة بهالمناطق البعيدة. إجا الأب إرميا سعد وهو من جمهور دير مار أنطونيوس إسحية الشهير، إجا على المنطقة وهو أصلا ابن هالمنطقة، ابن بأرزلة، وإجا بمهمة تيخدم روحيا واجتماعيا وثقافيا، إجا يعلم أولاد المنطقة وخاصة ضيعة دير جنين، علم الأولاد وبقي. وبطبيعة الحال لأنه شخص فعلا مليان من الله، محب جدا، طلبوا منه أنه يبقى ويخدمهم أكثر من هيك، وطلبوا أنه ليش ما الرهبنة بتأسس دير بضيعتهم. هو أكيد الفكرة بحبها بس مش هو اللي بقرر، بيقول لهم تفينا نبلش، بده يكون في شيء للرهبنة هون، إذا بتقدموا قطعة أرض تيكون تيبلش بأساس. وهيك صار، ضيعة قدمت قطعة أرض صغيرة ما بتصلح أكيد لتكون دير، إنما كانت بادرة منهم. من بعد ما قدموا الناس الأرض، الرهبنة تلقفت هالأمر بنية كتير حلوة وبلشت تفكر بتأسيس دير بدير جنين، واشتريت أرض فيها عين مي قرب هالأرض الصغيرة اللي انعطيت من مشايخ بيت البيرة.
انشرت هالأرض وبلشوا يفكروا بتأسيس هالدائر وبعتوا رهبان زيادة، صاروا ثلاث رهبان عم يخدموا المنطقة وعم بيفكروا بتأسيس هالدائر. إلى جانب هالشي في خربة دائر جنين، هو مزار صغير وكان خربة، كان كنيسة مهدمة تابعة لأبرشية طرابلس المارونية. السيدنا بوقتها المطران بيشوف الرهبان ونشاطهم ومحبة الناس لإلهم، بيسلم للرهبنة تحت طلب الرهبنة هالمزار، وبيبقى بيبلش فعليا بناء الدائر. يعني بهالمنطقة هون اللي هي على كتف الدير على النهر تماما، اللي هو نهر الأسطوين إلى نهر الشهير، هالطاحون القديم اللي بعد على كيانه، ولكن طبعا هي واقفة عن العمل. هالجسر العتيق اللي عم نشوفه بعده على كيانه، هالطبيعة الحلوة بعد مناطق بكر ما نشغل فيها. نعم، في ناحية إيجابية وناحية سلبية. الناحية السلبية اللي حضرتك قلت ما نشغل فيها، وهيدا لظروف كتير قاسية مثل ما ذكرت، الحرب وبعد الحرب وإلى آخره. إنما الناحية الإيجابية إنه تحافظ على هالمنطقة بوقت كنا شوي جهلين، نشكر الله هلأ في وعي، ولن نسمح بأنونيا أكيد تحت القانون بالسلام بالمحبة إنه يندق بهالمنطقة كلها سوا. وهي منطقة ما بتخصنا بس دير مارجريس دير جنين، بتخص ضيعة دير جنين، إنما بتخص كل المنطقة، هيدي ملك كل منطقتنا، لأنه النهر بيمرق بكذا ضيعة بضيعة كتيرة. نحن هدفنا ومسعينا وعم نسعى إنه ننشط السياحة البيئية والروحية بذات الوقت، يعني السياحة الدينية البيئية، وهيدي موجودة صارت بكذا محل بلبنان مش بس عنا. العين بصيرة إنما اليد قصيرة. شفنا عندك على المدخل كمان كنيسة القديس شربل اللي هو مار شربل، طبعا عم نشوف هيدا كنيسة جديدة مش هيك؟ صحيح صغيرة، انت بتسميها كابيلا مش هيك؟ نعم، هي كابيلا تعمرت الحفاظ على ذكرى الشهيدين الراهبين اللي ماتوا بسلام، ما كانوا عم يتحدوا حدا ولا كانوا عم بيواجهوا حدا، إنما لأنه المسالمين صار في هناك. ونحن نفتخر وما منندم على الشيء، وإذا تكررت نحن سنبقى مسالمين وسنموت مسالمين من أجل السلام بلبنان والحق والعيش المشترك إلى آخره. تعمرت هالكابيلا لإلون ونقلنا جسامينهم أكيد بإذن من سيدنا المطران بكل الأذونات الرسمية، وصارت جسمين واثنيناتهم وراء الكابيلا أكيد بمحل كمان معمر محترم. يا خافي معيونا لعينينا نور، زهرت عشقونا بحبة البخور، قداسك الحقلي مذبحك البين، بحنية السبلي ندرت وصليت. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا. بمعصرة الزيتون بالدير اللي هي أساسية وهي بتهتم بإنتاج الدير، الأب شربل سعد، حضرتك ابن البلدي، ابن دير جنين كبلدي. أيوة ابن دير جنين، يعطيك العافية. واليوم عم نشوف احنا عم نتعرف على الدير على أبعاده الدينية والروحية والاجتماعية، وخصوصا في مواسم خير، يعني هالأراضي الزراعية هون كلياتها بتصب لإنتاج الدير اللي هو طبعا بيهتم فيها. أنت حضرتك مسؤول عن معصرة الزيتون، خبرني أهميتها من ناحية التقنية. بالمبدا الدير هون مرتكز بشكل اساسي مثل ما قلت على الزراعه، وما عنده اي محاصيل او مردود تاني غير الزراعه.
الدير كان سباق بعصره لما نشأ هون تقريبا بال 1920 بلشت معصرة الزيتون هون على قديما على البغال والأحصنة، بعدين انتقل على الكهرباء، ومش من زمان بال 2011 تقريبا 2010 تم انشاد هذا البناء هون وتركيب معصرة على الحجر الموديل القديم بس محدثة بتقنيات جديدة، يعني كلها سوا ترتكز على الآليات حتى تشتغل. العمال هن شغلتهم هون يراقبوا الانتاج ويساعدوا المكانات بتسريع الشغل. أهمية هالمعصرة هذه هون انه عم نحافظ على النظافة بالشغل والجودة والأمانة، هدول شعارنا بيتكرر معنا من سنة لسنة وكل العالم عندها ثقة فينا بهالموضوع هذا، ومثل ما بيقولوا هذا رسمنا نحن كرهبين انه نحافظ على نظافة الشغل ونكون أمنا على كل واحد ياخذ زيتاته قد ما هني كانوا، وهيك مع كل هنا وصحتين وبالعافية. بالختام أصدقائي فصح مجيد، إن شاء الله بتكون هالأعياد المباركة هي محطة لتجديد المحبة والتلاقي والحوار بين جميع اللبنانيين على أمل يحل السلام والأمان بمختلف أرجاء العالم ولا سيما وطننا الحبيب لبنان وتحديدا جنوب لبنان الحبيب. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، أما التصوير لأمير سليمان، وإلى اللقاء.